اشرحوا لي يلا، دعاء كيف انضرب راسه؟ جاوبيني ستي، كيف صار هيك معه؟ لا تسأل شي حدا، لا تسأل. كل شي عم بيصير معي من ايدي وانا السبب فيه. كنت بدي اتخلص من غزة لدرجة اني ساويت من مرت عمي عدوه إلي. للأسف لو قدرت اتفهم مشاعرها يمكن وقتها ما كانت رح تغلط معي هيك غلطة. حيدر ما لازم يعرف الحقيقة، وإلا ما بنعرف شو ممكن يتصرف مع أمي. سألتك جاوبيني ستي، كيف انضرب راسها لدعاء؟ وجع دعاء بسبب وقعت كانت حادثة. أنا زحطت ووقعت وفجأة دخت. حيدر تعال بسرعة، دعاء معصبة كتير، هي عم تقلل أدب مع أمي كتير. أنا خايفة عليها. دعاء عم تهين أمك. حيدر واثق أنك عم تكذبي علي. انتي مخبية شي علي؟ لتكون غزل هي سبب اللي صار فيكي. غزل ما انا عدوة الدعاء الوحيدة، المسؤول عن وضعها هلا هي. للأسف انا السبب اللي صار. الحق علي انا. دعاء أنا لليوم عم بسمع كلامك وامشي وراكي، بس خلص ما عاد فيني اتحمل أكتر من هيك. مرتك عم تتعذب من جواتها. حيدر بضل زوجك بالآخير ولازم يعرف الحقيقة كاملة. حيدر لا ترد ستي، ما أنا وعيانة شو عم تقول. ستي قولي اللي بدك تقولي بوضوح. ماشي. دعاء ما داخت وزحطك مثل ما قالت لك. امك هي السبب بكل شي صار فيها وبراسها، هي اللي دفشتها عن الدرج وخلتها توقع قدامنا. امك هي اللي وقعتها. وحدة مثلك ما تستاهل تلمس اللي لابستها برجلي هلا، ورغم هيك قبلت تصيري كنتي. بس هلا ما عندي غير كنة وحدة وهي غزل. وجرحتها كتير بالحكي. قلتي طول ما انك عايشة ابني حيدر وغزل ما فيهم يكونوا مع بعضهم ابدا؟ لا ممنوع. بعدين قالت لا انتي لازم تموتي. طالما هيك كرمال حيدر وغزل يكونوا سوا انتي لازم تموتي يا دعاء. إذا أنت مدقيتي لهم مين دقلهم؟ صدقني أنا ما اشتكيت على دعاء، أنا اللي دقيت للشرطة. غزل هي اللي رح تقعد بغرفته لحيدر، والست دعاء حاجتها لازم تطلع برات الغرفة وتخلصنا منها. يا حيدر في سوء تفاهم، والغلطة غلطتي أنا. أمي ما دخل بشي، هي ما لها ذنب أبدا. أنت كان معك حق ستي، دعاء عم تتعذب من جواتها كتير. صدقيني ما رح خلي حدا يظلمك بعد اليوم. حيدر اسمعني شوي. حيدر حيدر استنى شوي يا حيدر. يا الله حيدر اهدي. استني حيدر رجع كرمالي. يا ستي انتي شو عملتي؟ بسبب اللي قلتي حيدر رح يصير يكره امه. يا ريت فكرتي بالنتائج قبل ما تقولي الحقيقة. يا ستي شو عملتي؟ ما بصير نخبي عليه الحقيقة اكتر من هيك. حيدر لازم يواجههم. عاجبتك عمايل هينا لازم تتحاسب على كل شي.
حيدر لازم يكشفها، خليه يشوف أمه لأي مستوى عم تنزل حالة. مو مشكلة، هلا لازم توقفي، اعملي شو ما كان بس وقفي لحيدر بسرعة. أنت ما بتتخيلي شو ممكن يعمل، ما شفتي قديش طلع منهم متضايق ومعصب؟ أنا خلص لازم تتضايقي يا بنتي، أنت اللي كنتي رح تموتي مو هي. يا ستي ما عاد هاممني إذا عشت ولا متت، المهم توقفي حيدر. عن جد ماني عم بفهم ليش مصرة تدافع عن هينا لهي الدرجة، لازم تعاقبيها على اللي عملته مو تسامحيها. ايه يا ستي مانك فهماني، اذا عاقبتها لمرت عمي غزل ما رح توقف عند حدا ابدا. حيدر حياته بخطر هلا. حيدر حياته بخطر؟ شو فقدتي عقلك؟ مانك وعياني شو عم بتقولي يا دعاء؟ شبك؟ معقول في حدا بيشكل عليه خطر أكتر من غزل؟ ما رح تراجع بسهولة. انت شو بدك؟ وعلى شو ناوي قلي؟ ناوي على شي كتير ضروري بحياتك ما ممكن تتخيل يصير. دعاء يا ستي. دعاء حبيبتي. حيدر، حياة حيدر. لا دعاء، حيدر منيح. دعاء دعاء لا عاد تنفع لك. مرت أخي. دعاء اهدي مسكي يا كاينات، خليها تنام. الحقي حيدر. لا ستي. لا حبيبتي، عمهلك حبيبتي، عمهلك روي حبيبتي. الحقي لحيدر، لا تخلي حيدر يتهور. ستي أمي، حيدر رجع على البيت، شو منعمل إذا دعاء حكت له واستغلت الفرصة لتقوي عليكي؟ أنتي بتعملي هيك شغلات مو دعاء. الشغلات اللي عم تقوليها تعكس لي تفكيرك المسموم. حيدر شو صار؟ ليش هيك حالتك؟ حيدر شو صار؟ من شو هالدم؟ طلعتي حضرتك اللي عم تلعبي بعائل أمي من زمان وتحرضية على عيلتها. أنتي اللي لعبانة بعقلها ومخليتيها تغلط، عملت قصص بعمرها ما عملتها، قويتيها علينا وخليتيها تكره عيلتها وتغلط بحق الكل كمان وكل شي بسببك غزل. حيدر أنا ما ساويت شي أبدا. خلاص لا عاد تحاولي تتجادلي معي أبدا، وإلا رح أعمل شي ما يعجبك، لا عاد تستفزيني أكتر من هيك. إذا لسه في عندك ذرة عقل تطلعي فوراً لبرا وبتتركيني أتفاهم مع أمي لحالنا يا غزل. لا مستحيل اسمح لهم يحكوا على انفراد أبداً. إذا هينا عصبت وحكت له شو حقيقة اللي كان عم يصير، كل تعبي وعذابي رح يروحوا على الفاضي. يلا طلعي.